توقعات برج الحمل ليوم الأحد الموافق 13 أغسطس 13 آب 13/8/2023. هيكون يومك ناجح جدا بالنسبة ليك، هتحس بكتير من السعادة، هتنفس كل أنشطتك بسهولة، هتبقى مستوياتك عالية جدا من الطاقة والوعي اللي عندك، حاضرة في داخلك في كل الأوقات، هيأدي لتعزيز أفاق نموك بشكل واضح وكبير. بالنسبة ليك مهنيا، ممكن تنشأ اضطرابات من زملائك في الشغل، مع كل ده هتبقى في مواقف إيجابية كتير هتساعدك في انك تتغلب على أوجه القصور اللي عندك، هتحاول تتكيف وتتحافظ على تركيزك في كل الأوقات. بالنسبة ليك عاطفيا، ممكن تلاقي السعادة في مشاركة مشاعرك مع شريك حياتك، كل ده هيمهد ليك الطريق لمستوى أكتر نضج من التفاهم مع الشخص اللي انت بتحبه. بالنسبة ليك ماليا، هيبقى في تدفق للأموال أكتر من كافي بالنسبة ليك في اليوم ده، هتعرف تحافظ على مستويات حلوة جدا من المال في البنك، هتتعامل معاه بشكل أحسن. بالنسبة ليك صحيا، بيشار لصحة كويسة جدا في اليوم ده ولكتير من الشجاعة اللي هتخليك في حالة جيدة جدا الفترة الجاية. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هتصطف الشمس والزهرة للورا في علامة برج الأسد، هيبقى بيشير لمنتصف دورة في كوكب الزهرة إلى الوراء، وتبتدي دورة جديدة ما بين الشمس والزهرة. هتتخطى مسألة العلاقة باهتمام كبير، وهتبتدي تحس بقدرة كبيرة وتؤكد على قضايا وأشخاص كتيرة من ماضينا. هنبقى متحمسين عشان نلاقي بعض مظاهر التوازن في علاقتنا وبيئتنا، هنكون حابين نأثر تأثير سحري ونخفف من الاختلافات ونرضي الأشخاص اللي حوالينا بسبب اجتماع الشمس والزهرة مع بعض. مع كل ده هنبتدي دورة جديدة، ممكن نبقى في حالتنا بجهل رمزي هيبقى بيتعلق بمشاعرنا وعلاقتنا. الوقت مناسب عشان نعيد تعريف كل اللي احنا عارفينه ونحتاج لعلاقتنا فيه. هيبقى في اتصالات في شؤوننا وفي أهدافنا المادية. هيقضي القمر يومه في برج السرطان، هنبقى بندور دايما عن الأمان والألفة والدفء والعيش الهني. القمر حذر جدا لكنه دافئ وبيوقظنا على تفاصيل كتير احنا مش واخدين بالنا منها بشكل عميق. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش يريد تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.